عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعد النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل بيج 37 من كتاب المعاصر 2024. نبدأ بسم الله General Exercises على On Lesson 3. Listen and write true or false. استمع واكتب صح أو خطأ. Number 1. The giant lives in a village. العملاق بيعيش في قرية، يبقى عندي هنا true صحيح. Number 2. The giant has an ugly garden. كان عنده حديقة قبيحة أو وحشة، يعني كانت wonderful رائعة، يبقى هنا false خطأ. So number 3. There are tall trees in the garden. هناك الكثير من الأشجار أو أشجار طويلة في الحديقة، true صحيح. So number 4. There aren't any flowers. لا يوجد أي زهور in the giant's garden، في حديقة العملاق لا كان في طبعا flower زهور أو في flower زهرة، false خطأ. كمل المحادثة. عندي هنا آدم. Did Adam move to another city؟ هل آدم انتقل إلى مدينة أخرى؟ قال له yes، طبعا من خلال النص yes he did. Adam moved to a new، طبعا انتقل لأبارتمنت، شقة جديدة طبعا. Number 3. Adam's apartment is، كانت في القاهرة Cairo. Number 4. Life is space in the new city، في الجديدة كانت طبعا رائعة great. أكيد التوصيل بيقول لي the railway line is، الخط السكة الحديد ده تعريفه ايه؟ road for trains، يعني طبعا يعني طريق للقطارات. دي الإجابة عندي F. Number 2. Let's watch A، هيا نشاهد ايه؟ الإجابة عندي D. هنا نشاهد عندي theater performance، عرض مسرحي. So number 3. Local residents، السكان المحليين R، بيكونوا طبعا عندنا الإجابة عندي E. People، الناس، حيث يعني people هو الذين live، يعيشون in a neighborhood، في طبعا إيه، في الحي أو الجوار. بعد كده السؤال نمبر 4. He likes to hang، بيحب يعني يقضي وقته. He likes to hang، بيحب يقضي وقته طبعا مع أصدقاء، يبقى هنا hang إيه عندي نمبر 4. Out، hang out with his friends، مع أصدقاء. So number 5. My favorite place، مكان المفضل، الإجابة عندي C. is the park، بيكون الحديقة. يبقى أنا عندي إذا number 1 هتكون ب F اللي هي طريق طبعا طريق القطارات. Number 2 نشاهد طبعا العرض اللي هو المسرحي اللي هو theater performance. Number 3. Local residents اللي هم السكان المحليين، R بيكونوا طبعا الناس الذين يعيشون في الجوار أو الحي، بين الإجابة E. Number 4. He likes to hang out with his friends، بيحب ان هو يقضي وقته مع اصدقائه. So number 5. My favorite place، مكان المفضل، is the park، الحديقة. بعد كده عندي ايميل بيقول لي طبعا هاي عندي هنا summer، يعني اهلا او سامر، عذرا. Hi Samer، how are you؟ هاي يعني كيف حالك. I well، I am well، أنا بخير يعني. And New York is great، وكمان مدينة نيويورك عظيمة. بقول له كيف حالك، مدينة نيويورك رائعة. بقول له كمان our apartment، شقت is on the 16th floor، يعني في الطابق 16 أو 16. So that we have a great view of the city، لدينا منظر جميل أو رائع للمدينة. نيويورك has a lot of green spaces، يعني نيويورك لديها الكثير من المساحات الخضراء. Green spaces، المساحات الخضراء. There are also a lot of projects to create، وكمان هناك الكثير من المشاريع لإنشاء إنشاء الباركس، المنتزهات، الحدائق. And the green areas، والمناطق الخضراء. In the parts of the city، كمان في أجزاء المدينة. That no one uses، no، يعني التي لا يستخدمها أحد الآن. Like، مثل the famous highline، زي طبعا اللي highline الشهيرة. كمان بيقول لي I passes through، يعني بيقول لي كمان نحن فاحنا نمر من خلال، أو هي تمر من خلال our neighborhood، من حينا أو الجوار بتاعنا. كمان بيقول لي so I often go there with my parents، حصل كمان أنا غالبا ما أذهب هناك مع مين، parents، والدي. It's really cool، إنها رائعة، حقا رائعة جدا.
بعد كده بيقول لي years ago يعني منذ سنوات أو قبل سنوات. The high line اللي هو الهاي لاين دي was a railway line عبارة عن خط سكة حديد أو حديدية. But it طبعا إيه in the 19 طبعا 1918 trains stopped using it يعني في ولكن في الثمانينات يعني اللي في 1980 يعني in 1918 trains القطارات stopped توقفت using it يعني توقفت القطارات عن استخدام. Some local residents بعض السكان المحليين had an idea to make the old railway into a big long bar. بعض السكان المحليين خطرت لهم فكرة في تحويل السكة الحديد القديمة دي إلى حديقة إيه كبيرة. Long park حديقة كبيرة. Now it's a green space with more than 500 species of plants and trees in it. بيقول لي كمان ان هي طبعا حديقة كبيرة الا انها مساحة خضراء بها اكثر من 500 نوع من ايه النباتات. 500 نوع كمان. It's 2.5 kilometers long and when you walk through in كمان والاشجار طولها حوالي 2.5 كيلومتر وعندما تمشي من خلالها عندما تمشي طبعا من خلالها you can see art works يمكنك ان ترى الاعمال الايه طبعا الاعمال مشاهده الاعمال الفنيه وكمان مشاهده عندي watch theater performance كمان العروض المسرحيه and eat delicious food وتناول الطعام اللذيذ or just كمان او مجرد hang out اللي هو بقضاء وقت او التسكع يعني with your friends there مع اصدقائك طبعا هناك. بقول كمان I think it's my favorite place in New York وطبعا وهنا كتب لي وائل يعني اعتقد انه مكان المفضل في نيويورك وبعد كتب لي وائل. بيج 38 38 شو ذا كوركت انسر فروم اي بي سي اور دي. ذا تكست از مينلي اباوت ذا سبيس يعني نص اساسا عن ايه الهاي لاين اللي هو خط السكه الحديد او الخط العلوي. السؤال نمبر 2 ذا اندرلايند فريز ذا اندرلاين يعني العباره اللي هي اللي تحتها خط ديت passes او passes through اللي هي بيمر من خلال means تعني طبعا moves between يتحرك بين. بعد كده السؤال اللي عندي هنا بي بيقول لي what can people do in the high line ماذا يمكن للناس ان يفعلوا بالهاي لاين يعني البنيات العاليه نشوف طبعا من القطع الاجابه رقم 3 الإجابة هتكون you can see يمكنك أن ترى art works أعمال فنية watch a theater performance وأداء أو أعمال مسرحية أو أداء أو عرض مسرحي and eat delicious food تاكل طعام لذيذ or just كمان أو طبعا تقضي أو تقضي وقت مع أصدقائك hang out with your friends there هناك. ده إجابة رقم كام طبعا ده 3. أربعة بيقول لي does وائل هل وائل like living on high buildings هل طبعا وائل بيحب طبعا إن هو يعيش في البنايات العالية why لماذا yes he does السبب طبعا because he lives in the 16th floor هو يعيش في الطابق السادس عشر. بعد كده السؤال ريورد ترتيب الأول I miss our food so much يعني أنا بفتقد لطعامنا جدا I miss our food so much. Number two the selfish boy الولد الأناني doesn't share anything لا يريد أن طبعا يشارك أي شيء يبقى تاني the selfish boy الولد الأناني doesn't share anything لا يريد أن يلافي طبعا إيه يشارك أي شيء. سؤال نمبر 3 there is a big park طبعا near the river تاني يوجد حديقة كبيرة بالقرب من النهر there's a big park near river أو the river. So number four they have a wonderful garden الفاعل have وبقية الجملة اللي هي الصفة عندهم والاسم they have a wonderful garden يعني هناك أو هم لديهم حديقة رائعة أو طبعا إيه wonderful جذابة يعني. بعد كده عندي الايميل بيقول لي write an email about 50 words about your neighborhood عن حيك او الجوار to your friend لصديقك علي your friend's email صديق ايميلك
ايميل صديقك عذرا علي احمد at yahoo.com. ده طبعا عندي 2 الى المرسل اليه. Your name is Mac Magdi and your email is Mac Magdi. الايميل بتاعك هنا عندي from اللي هو مجدي at yahoo.com، ده بيبقى from، دي العنوان الرأسي. الموضوع بعد كلمة about يبقى هنا your تحول ل my، يبقى my neighborhood أو neighborhood اللي هو حي أو طبعا حي الجوار أو الجوار يعني، يبقى حي طبعا أو منطقتي أو جواري أو الحي الذي أسكن فيه. يبقى هنا عندي my neighborhood اللي هو منطقتي أو حي أو الجوار الذي أسكن فيه. طبعا ده العنوان عند الموضوع my neighborhood، وطبعا to علي احمد at yahoo.com، to الى المرسل اليه، from الراس المجدي at yahoo.com. الموضوع my neighborhood حي او ليه او الجوار او المكان الذي اسكن فيه. كمان هاي علي، اهلا علي، هاو ار يو، الجمله الافتتاحيه my neighborhood is great، يعني حي او الحي الذي اسكن فيه بيكون رائع وطبعا عظيم. Our apartment شقتنا is on the 16th floor، في الطابق الكام؟ اللي هو ال 16. يبقى تاني الحتة دي how are you and your family، ممكن نكمل، ممكن نقول له I would like to tell you about، وأقول له my neighborhood يعني سوف أتحدث أو طبعا إيه عن حي أو الجوار الذي أعيش فيه. is great عظيم. Our apartment is on the 16th floor، يعني شقتنا بتكون في الطابق السادس عشر. So لذلك we have a lot of green spaces in our neighborhood، لذلك لدينا الكثير من الايه المساحات الخضراء في حينا او المكان الذي اسكن فيه. There are a lot of projects، هناك الكثير من المشاريع. كمان اهو قطع عندي معايا تاني، يبقى there are اهو يعني هناك او يوجد الكثير من ال a lot of، الكثير من projects المشاريع. to create لانشاء parks الحدائق او المنتزهات and garden او green areas المناطق الخضراء green areas in my neighborhood في حي او المكان الذي اسكن فيه او جواري. there are كمان also nice restaurants مطاعم رائعة أو جميلة. There is also كمان في أيضا sports club في نوادي رياضية sports club where حيث we can do sports، حيث يمكننا ممارسة الرياضة. we all كلنا help بنساعد، بنساعد المفروض هنا عندنا ايه نكمل each other بعضنا البعض. to keep لكي نحافظ our neighborhood حينا clean طبعا ايه and great وكمان رائع. تاني يبقى الحتة دي to keep لكي نحافظ our neighborhood على حينا او الحي الذي اسكن فيه clean نظيف. again مرة تانية how are you and your family؟ my neighborhood is great. our apartment is on the 16th floor، طابق طبعا 16. so we have a lot of green spaces in our neighborhood. there are a lot of projects to create parks and green areas in my neighborhood. there are also nice restaurants. there are also sports club نوادي رياضية where حيث we can do sports يمكننا ممارسة الرياضة. we all help كلنا بنساعد each other بعضنا البعض to keep لكي نحافظ على neighborhood clean نظيف. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى رب الفيديو نال إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.